مساء الخير عليكم كل مشاهدينا في كل مكان، سعيده جدا بوجودي معاكم النهارده وحلقه جديده من حلقات برنامجكم اقوى الكلام. في البدايه انا عايزه اعرفكم باهداف برنامجنا، افكركم تاني باهداف برنامجنا. احنا برنامج متنوع بيناقش كل المشكلات والقضايا والمواضيع اللي بتشغل بال وحال المواطن المصري، وخصوصا يا جماعه المواطن البسيط اللي بنحاول نقرب صوته ونوصل صوته للساده المسؤولين. ولو خدنا نبذه كده عن المواطن البسيط هنلاقي ان احنا كلنا عارفين ان دايما بيكون اكبر هدف عنده واكبر امل عند المواطن البسيط انه يكون عنده بيت بيحتويه هو واولاده، بيجوز بنته بيجوز ابنه وبيفضل طول عمره يسعى ويتعب ويجتهد عشان يقدر يحقق الحلم ده. تخيلوا بقى بعد ما يحقق حلمه وان يكون عنده البيت اللي تعب علشانه، ويبص يلاقي ان ممكن البيت ده او الامل اللي عاش علشانه ده ان ممكن ينهار قدامه وبدون اي سبب، يعني مش بذنبه ولا حتى بيكون قضاء وقدر، ده يكون بسبب ساعات بيكون بسبب اهمال هو ملوش ذنب اي ذنب فيه يعني. فساعتها بيكون المصيبه بالنسبه له كبيره جدا. هنعرف مع حضراتكم الموضوع مع ضيوفنا. معانا الاستاذ كرم حسن، اهلا بيك منورنا. معانا الحاج فتحيه حمدان حسن، اهلا بيك يا حاجه منورانا. ومعانا الاستاذ محروس حسن علي، اهلا بيك منورنا. في البدايه بقى هنبدا مع حضرتك، احكي لنا بقى الموضوع من بدايته. شركه الصرف الصحي لما فحرت جنب بيتنا فحرت بينه وبين البيت متر واحد. طبعا احنا قلنا للمهندس يا مهندس كده مش هينفع الفحر اللي انت بتعمله ده، لان البيت عالي وفي ملف داير داير حوالين البيت. فقال لا من البيت مش هيجرى له حاجه. طيب راح فحر المهندس هنا وراح فحر جنب البيت من ناحيه شرايين، اصل على شرايين، فحر من هنا ومن هنا، قام البيت ريح. تمام. في تريحه شق من بينه وبين اخويا، يعني هما في البدايه كانوا بيحفروا عشان خاطر الصرف الصحي. الصرف الصحي. تمام. فلما فحروا من الجنبين من الناحيه دي وفحروا غوط 4 متر، طبعا البيت شق. شق شق مثلا صغير في الاول. طيب بدا كل يوم يزيد كل يوم يزيد شويه بشويه. طب انا بش مهندس، اروح للبش مهندس اقول له يا بش مهندس كده البيت مش هينفع البيت هيقع؟ يقول لي بكره بعده هشوف صرفه. اخر مزهوجة اللي بقول له اعمل لك ايه؟ بشوح لي كده بقول له اعمل لك ايه؟ طيب اجى البش مهندس راح جاب اسمنت. المهندس ده تابع للشركه اللي متعاقده مع مجلس المدينه؟ ده تابع الشركه نفسها. طب ما كانش في اي لجان متابعه لمجلس المدينه على اعمال الحفر دي؟ طيب احنا رحنا للمجلس. تمام. المجلس يجي قال لك البيت مش في حاجه، يا عم البيت فيه شقوق اهي وظاهر قدامك، قال لك لا ما فيش حاجه، اجي المهندس قال لك لا انا هعمل شويه جبس باسمنت اشوف الشق ده هيزيد ولا مش هيزيد. طيب عمل شويه جبس باسمنت وحطهم على الشق، الشق صبح زايد، فتح تاني. طيب ايه يا باش مهندس الراي؟ قال انا اعمل لك ايه؟ طيب رحت بلغت فيه، رحت النقطه، بلغت فيهم النقطه حولتني على النيابه، والنيابه حولت على المركز. طيب وبعدين يا عمي؟ روح المجلس، رحت المجلس. يا رجال المجلس بيقول لي البيت مش في حاجه. طب ازاي مش في حاجه؟ طب مش في شقوق قدامك هين؟ طبعا قال لي استنى يجي لك لجنه. طيب جات لي لجنه من فجوس. اللجنه هي إيه؟ طيب البيت مايل يا عم 15 ل 10 سم. طيب ماشي يا عم اعمل لنا تقرير. قعدنا اسبوع. طيب فين التقرير يا عمي؟ اجى قال لك لا البيت كاتب في التقرير ان البيت فيه شقوق ويرجو للترميم بس وخلاص على كده. طبعا احنا رحنا عملنا فيه تظلم. تمام. يجي الراجل بتاع التظلم قال لك لا البيت مايل من 10 ل 15 سم. انا بعد كده انت جبت مهندس استشاري علشان يشوف ايه اللي حصل ويكتب لك تقرير مع حضرتك، صح؟ تمام. طيب ايه اللي حصل بقى بالظبط من اول ما انت جبت المهندس علشان يعرف يقول الـ 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 البيت حصل له ايه بالظبط؟ انا جبت المهندس يا فندم، وبعدين اتصلت على مدير الشركه عشان يجي معايا يشوف المهندس. ما ردش عليا. طبعا جبت المهندس وشاف التقرير وكتب التقرير بتاعه على ان البيت مايل من 5 ل 10 سم. تمام. ولازم البيت ده يترمم وينحجن بره وجوه. ده تقرير المهندس الاستشاري اللي انا جايبه على حسابي. اما بالنسبه للتظلم اللي انا عملته بعد ما انا عملت جبت لا قبل ما تروح للتظلم، التقرير المهندس الاستشاري تمام. مش هو قال ان السبب في الفروق اللي في الحيطه اللي حصلت والهبوط اللي في الاساسات ده كان سببه مش هو الاعمال الحفر الخطا؟ كان سببه اعمال حفر، لان هم حافرين 4 متر ونص على زاويه 90 درجه، وبين الزاويه 90 درجه حافر بير غوط 5 متر مربعه من 3 ل 4 متر. وقال لي البيت ده لازم
لازم ينحجن بره وجوه وينعمل له ترميم كامل. رحت انا خدت التقرير ورحت لمدير الشركه المهندس، قال لي انت جايب لي التقرير ده منين؟ ما انت جايبه من الشارع، روح بلغ وانا هعمل نقد. رحت حضرتك لرئيس المجلس المدينه، قال لي اعمل تظلم. عملت تظلم في نفس اليوم، بعتولي رئيس لجنه التظلمات للوحدات. حضرتك رئيس لجنه التظلم للوحدات اجى قال لي راح باعت 2 مهندسين من الشركه وجاب معه الوحده المحليه، المدير ورئيس القسم الهندسي بتاع الوحده المحليه. تمام. وبعد ما عين قال لنا اي حد في اي نقطه حد عايز يقولها عشان التقرير ده بعديه مفيش تظلمات. واخدنا احنا الاربعه على مجلس على الوحده المحليه بالروضه. تمام. وكتب التقرير وقال لي بعد 10 ايام او 15 يوم هجيب ايه؟ هبعت لك التقرير ده. رحت جبت التقرير من مجلس المدينه. تمام. نص التقرير بقى بالظبط؟ نص التقرير بالظبط حضرتك بيقول بناء على الطلب المقدم منكم في طلب قرار الهدم رقم 31 لسنه 2020، تم فحص الطلب بمعرفه لجنه المنشآت واصدرت قرارها الاتي: ازاله الدور الثالث العلوي لتخفيف الاحمال وترميم وتدعيم باقي المبنى وحقن التربه داخل وخارج المبنى بالطريقه الهندسيه السليمه لتقوى وتدعيم التربه، على ان يتم بواسطه مكتب هندسي متخصص ومقاول متخصص بعد استخراج اللازم. تمام. بعد كده احنا رحنا خدنا التقرير ورحت له على اساس ان هذا التقرير لما قال لي بلغ واعمل اللي انت عايزه وانت عندك موقف محامي، انا عندي مستشارين. هو اللي بيقول لك كده؟ هو بيقول لي كده، بيقول لي انت عندك محامي اثنين، هتوقف محامي اثنين، انا عندي مستشارين. انت هتعمل حاجه انا هعمل تظلم. تظلم بالنسبه لايه؟ ايام يعني اعمال الحفر دي معروف ان المفروض بيكون ليها لجان متابعه خاصه بمجلس المدينه بتشرف على اعمال الحفر دي، يعني ما تكونش بطريقه الحفر ما يكونش بطريقه عشوائيه، او مثلا المسؤول الوحيد المهندس المسؤول الوحيد اللي هو بيكون تابع للشركه اللي متعاقد معاها. ما هو طبيعي لو لقى اي خطا او اي غلط اكيد ممكن ان هو يدري عليه، لازم يكون في لجان تابعه لمجلس المدينه، واعتقد ان ده تقصير برضو. حضرتك ما كانش فيه لجان نهائي نهائيا. وبعدين المجول حضرتك اللي حفر، اصل دي شركه خاصه، شركه المجاري اللي حفرت دي شركه خاصه، لازم يكون ليه فيها لجان، ليها لجان تشرف تبع بقى مجلس المدينه بعيد عن المفروض. انما حتى المجول حضرتك اللي فحر جنب البيت اللي ماسك الموقع عندنا، فحر جنب البيت حوالي من 6 متر في يوم واحد، وساب البير وحفر ال 6 متر التانيين في اليوم الثاني، وساب البير لما حفرته الرجاله عشان يلحق مكان تاني ياخده، يعني شغالين تسابق. يعني هم مش شغالين كحفاظا على أيوة. على الناس او كحفاظا على المباني او خدمه للناس. لا، هم شغالين شركه وعايزه تخلص شغلها وخلاص، هي دي همها. ده دي بالنسبه للشركه حضرتك بالزبط. اما بالنسبه للمجاولين واخدينها زي صراع، عايز كل واحد عايز ياخد اكتر كميه عشان يجيب اكتر. احنا معانا على الشاشه صوره المنزل المتضرر، طبعا حصل فروق المهندس الاستشاري اثبتها بين الجدران بتاعه البيت ماشي، وكمان حصل هبوط في الاساسات، اساسات المنزل حصل لها هبوط مما ادى ان المفروض ان هم يزيلوا دور او دورين. طب هم ليه ان هم يتحملوا الضرر ده وهو مش بايديهم؟ يعني الاهمال ده هم ما لهمش ذنب فيه، ما لهمش يد فيه. فطبعا احنا بناشد اللواء ضياء ابو العزم ان هو يتدخل بصفته في الموضوع ده، ويشوف ايه التعويض المناسب للناس دي، على الناس المتضرره دي. هي ملهاش ذنب ان في اعمال حفر مجاري حصلت بطريقه غلط وما كانش في لجان معاينه او متابعه من مجلس المدينه، فتمت بشكل عشوائي، يعني الحقت ضرر كبير بالمنزل. والناس دي يعني اكيد بنت البيت ده بصعوبه، صعب ابدا، يعني صعب قوي ان هم يبنوا غيره، او صعب ان هم يزيلوا دور او دورين بالسهوله دي وهم ما لهمش اصلا ذنب في حاجه. فمن اتلف شيء عليه اصلاح. تحبي تقولي ايه يا حاجه؟ يا حاجه الله يبارك يا قبله،
بقين دول هم انفحروا رجعن بالبيت. طبعا البيت في كورنن، فحروا هنا ورجعوا، مش ما شافوا البيت شرخ، مش يبطلوا ما بطلوش. فلما بنقول له لما لقينا البيت شرخ قام قلنا يا جماعه سيبوا البير ده الوقت لما نشوف تصريفه للبيت. بالظبط. فراحوا ده ايه ماسكين فينا يا حاج يا ست، مسكوا فينا حتى كسروا رجل ابني، والله كسروا رجل ابني في البيت وجبصناها القبو. مين اللي كسر؟ مين اللي تعدى عليه؟ هم اللي بيشتغلوا، اللي هم بتوع الشركه. واحنا نقول لهم يا جماعه سيبوكم من الكلام ده، سيبوا البرده لما نشوف تصريفها للبيت. قالوا ابدا، ومسكوا فينا. مسكوا فينا وكسروا رجل ابني، وابني متجبص في البيت. فيا ست دلوقتي نعمل ايه؟ دلوقتي البيت مايل وبيته بره، والله هو وعياله ببيته بره، يا ربنا ببيته بره يا ست. خايفين كنب. بيت يا حاج يا ست مايل وشارخ من هنا وشارخ من هنا، النفر هيبات فيه؟ لا مثلا. وطلعوا كنب من قله ما فيش يا حاج ست، مش من قله ما فيش. طلعوا كنب كده ونايمين عليه بره في الشارع، ومعهم بنت والله ما قادر يجهزها، والله ابني ما قادر يجهزها. ويجيها العرسان كده يطفشهم عشان مش قادر يجهز من قله ما فيش. وباني البيت ده بالقسط. طبعا بالله، انا لسه بالله يا بنتي انه بانيه بالقسط. شوفي بقى اما تبني حاجه بالقسط دي جنيه بجنيه. لما انت اقول لك تعالي ابني مثلا واعملي لي الجنيه بجنيه. اكيد. شوفي ويشتغل باليوميه، لا بقبض ولا حد عنده موظف ولا حاجه خالص نهائي، الا بيشتغلوا باليوميه. يجيبوا ايه هو وعيلين ويجيبوا الفلوس اخر الشهر، يدبوا لهم الالف جنيه ويروحوا يدوه للبنا، وجنيه بجنيه، وما بغلط وعملنا فيهم ولا سوينا ولا حاجه، وبهدوا البيت عليه يا ست، ومش عارفين نعمل ايه. مش لا انا عايزه حضرتك تكلمني تاني في واقعه الاعتداء اللي حصلت. ايه اللي حصل؟ حضرتك اول ما رحت لهم رحت للمهندس مدير الشركه، قلت له البيت بيقع، كل ماله كل ما بيزيد ميل. قال لي اعمل لك ايه؟ حضرتك تعمل لي ايه؟ مش انت تضرر في كده، انت اللي ضرر مش انت مضر. قال لي اعمل اللي انت عايزه، انت حر. جيت انا وقفت العمال اول مره، وقفتهم قلت لهم بعد اذنكم يا رجاله مش في عايز حفر هنا الا ما اشوف صرفه للبيت. كان المفروض يتم وقف الحفر في الحال مجرد ما لقوا البيت حصل ليه ضرر، كان المفروض ان هم يقفوا الحفر في ساعتها حضرتك وقتها. المفروض وكان المفروض حضرتك تروح تبلغ، يعني تبلغ ساعه الحفر. انت بلغت الشرطه وقتها؟ وقتها يا ان فندم. ان وبلغت وقتها، وجا قلت له رحت للرئيس اللي هو امين شرطه بتاعت الحجاجيه المسيد ده، قلت له حصل كذا وكذا كذا، قام قال لي لا يقف. وقفناهم اسبوع، بعد اسبوع اجيت لقيتهم ايه شغالين في البيت في البير. جيت وقفتهم، طلعوا العمال ضربوني وضربوا مراتي وكسروا رجل اخويا تاني، ورحت بلغت فيهم. قام الامين مع الامين بتاع الشرطه قال لي هجيب لك حقك. استاذنك معانا اتصال، السعيد من كفر الشيخ، اهلا بيك. اهلا بيك. الو فندم. ايوه يا فندم، مع حضرتك؟ معاك يا فندم. اتفضل يا فندم، حضرتك معانا على الهواء. الله يخليك يا فندم، ازاي الحال؟ ازيك؟ الحمد لله تمام يا فندم. بقول لحضرتك يا فندم، احنا موضوع الازالات اللي عندنا في كفر الشيخ، احنا حاليا يعني معانا ورق اخضر والاراضي ملك املاك يعني من اجداد اجدادنا، وبيجي لنا ازالات وبيوتنا بتتزال، واحنا اصلا البيوت يعني الورق الاخضر ده ان بيقول لك البيت ملك لك ماشي، وبنتزال يا فندم. انا فاهم يا فندم، بس موضوع الازالات ده هو ده قانون بيطبق على الجميع، للاسف احنا ما نقدرش نتكلم فيه. وبعدين العقد الاخضر مش هيمنع، لان وقتها كان الناس بتبني من غير تراخيص، فهي دي المخالفه اللي القانون دلوقتي بيحاسب عليها. متشكره جدا لاتصال حضرتك يا فندم، نكمل معاك. حضرتك لما رحت له قلت له للكابتن محمد اللي هو رئيس نقطة الحجية المسيد ده، قال لي هجيب لك حقك. حضرتك بتعمل لي بلاغ، انا دلوقتي مضرور ومضروب انا ومراتي واخواتي
واخويا خبطوه بالخشبه. انت ليكوا حقين مش حق واحد، حق الاعتداء من قبل الشركه اللي اهملت، احنا معنا اسم الشركه على فكره بس احنا مش هنقولها اسمها على الهوا، لان احنا زي ما قلنا احنا بنشهد اللواء ضياء ابو العزم، هو هيتدخل ان شاء الله رئيس مدينه مركز ومدينه فاقوس، هو يتدخل في الموضوع، لان الناس دي ليها حقين، حق الاعتداء من الشركه اللي هي اللي يعتبر اهملت، لان كان المفروض لما حصل ان البيت تضرر بسبب اعمال الحفر كان المفروض يتوقفوا على الفور، وكمان احنا طبعا احنا عايزين حق الناس دي المعنوي والمادي والتعويض المناسب، هم مش عايزين حاجه ليهم، هم عايزين البيت زي ما يعني ترميمات يتم ترميمه، مش عايزين اكتر من كده، صح؟ تمام يا فندم. انا حضرتك انا صرفت كتير على البيت ده، جري ومهندسين يعني صرفت حوالي 25000 جنيه لحد دلوقتي صرف على البيت ده، انا سالف 20000 جنيه عشان اصرف على البيت ده. لما قال لي انت اني ما عندي محامي، انت عندك محامي، احنا حدنا مستشارين. طب انا اعمل ايه؟ انا قلت استلف فلوس وامشي واجري ورا الحكومه، لما هو قال لي اجري ورا الحكومه انت حر. لما اجي سمع لاخر قرار حضرتك، لما القرار نزل ده قلت ماشي اشوف برضو عشان يبقى احنا حلوين معاهم واروح اقعد معاهم. تمام رحت، قال لي القرار ده مش هينفعك، ولا اقول لك انا هديك 100000 جنيه. يعني ايه القرار مش هينفع؟ القرار ينفعك، وكمان الـ يعني اثبات الكلام المهندس الاستشاري، تقرير المهندس الاستشاري اللي اقر ان بسبب اعمال الحفر دي حصل شروخ للمنزل وحصل هبوط للاساسات المنزل، ده لوحده يثبت حضرتك، يثبت حضرتك معاك اثباتاتك اللي تثبت حقك. تمام، لانك الضرر اللي حصل ده بسبب الحفر، حفر الحفر. طيب مين ليه ازاي بناء على ايه قال لك ان ما حدش هينفعك، او يعني بناء على ايه حضرتك؟ عشان هو مسنود يعني، وتم مسنود من الشركه، انما انا ضعيف عشان خاطر احنا غلبان. في عهد سياده الرئيس السيسي ما فيش حد اسمه مسنود، وده الحمد لله ده العهد الجديد اللي احنا عليه دلوقتي، ان بالفعل ما فيش حد فوق القانون، ما حدش فوق المخالفه، وما حدش فوق التجاوز. فاي حد دلوقتي في العصر اللي احنا فيه هيقول انا مسنود، ما حدش يقدر يتعامل لي حاجه، ما تعرفش انا مين، الكلام ده الحمد لله كان قديم وفات عليه، مش هيحصل. تمام، انا دلوقتي بناشد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبناشد وزير الاسكان وسياده المحافظ ان هم يجيبوا لنا حقنا. اكيد. طب هنكمل ناخد شيماء معانا من الزقازيق. اهلا بيكي يا شيماء. اهلا بحضرتك، السلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلي. منوره الدنيا يا استاذ اميره، ربنا يخليك، ميرسي قوي. حلقه رائعه فعلا، ويعني بتتكلم كل اللي احنا عايزين نتكلم فيه، لان فعلا يعني الفتره دي قرارات ازاله وقرارات كتير جدا، يعني بجد الحلقه كويسه جدا ورائعه. ربنا يخليك يا حبيبتي، ميرسي قوي، شكرا على اتصالك يا شيماء. شكرا على اتصالك يا حبيبتي. ايوه، تحب تضيف حاجه استاذ كرم؟ الوحده المحليه دي، هي الوحده المحليه ليه اصلا؟ الوحده المحليه بتيجي مثلا تمشي معاهم او تشوف البيوت او تعمل قرارات ومش عارف ايه؟ الوحده المحليه ما بتعملش اي خالص، تيجي تقول لك البيت ما فيش حاجه، طب ازاي مش في حاجه؟ انت مش شايف البيت مش في حاجه؟ معنا التقرير، وهم نفسهم هم يشرفوا، وهم المفروض قبل اول حاجه هم يعملوا تقرير. تمام، لان هي فيها واحده فيها مهندس، دي فيها مهندس المفروض يجي يعمل تقرير. طيب اعمل تقرير يا عم، قال لك لا، بقول له يا رئيس الوحده انت مش حضرتك واحد مهندس ما تعمل يعمل تقرير، قال لك لا يا عم ده خريج دبلوم. مين اللي خريج دبلوم؟ هو اللي بيقول على القسم الهندسي. القسم الهندسي بيقول يعني رئيس الوحده، هو واخد المنصب بتاعه او هو شغله بناء على ايه يعني؟ رئيس الوحده، انتوا رحتوا للمكان اللي يعني صاحب الشأن في الموضوع اللي هو يطلع الاصدار بده يعني. فبقول لك لا ده خريج دبلوم. قلت ازاي يا عم خريج؟ امال قاعدين في الهندسه ليه؟ وبروح للبيوت ليه؟ ويلف ليه؟ ويجي الاخر يقول لي مش في حاجه. حضرتك دنا اسبوع على هذا المعاينه بتاعت مجلس الوحده المحليه، دنا اسبوع. فلما رحت له قلت له المعاين عمل ايه؟ قال لي اصل انا مش عندي مهندس اختصاص. طب حضرتك لما انت مش عندك مهندس اختصاص مقعدني ليه كل الفتره دي؟ مش بعتني حولتني على مجلس المدينه ليه؟ عشان يعمل لي لجنه لان البيت فيه خطا. وبعدين حضرتك انا عامل ترخيص بثلاث ادوار. تمام، يعني تعمل ترخيص بثلاث ادوار. انا اعتقد ان صوتكم وصل،
دلوقتي، واحنا بنناشد كمان هنناشد محافظ الشرقيه الدكتور ممدوح وراب بصفته ان هو يتدخل بصوره فوريه في الامر ده، وان شاء الله الناس المتضرره دي يتم تعويضها بالشكل المناسب. وكمان احنا بنطالب بمعاقبه المخطئين او المهملين، لان اعتقد ان ده في اهمال، في اهمال من تبع لجان المتابعه اللي خاصه بمجلس المدينه، ان كانت المفروض تشرف على اعمال الحفر اللي لحق بها الضرر بشان الناس دي. اشكركم جدا، تنورتونا، وان شاء الله صوتكم يوصل. مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لفاصل سريع ونرجع لكم تاني، استنونا يا قبلة، ده احنا بنودي التفكير.